بسم الله، الحمد لله، والله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا يا حنان يا منان، خاصة للأبرار. يا بني إسرائيل، اذكروا 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 نعمتي التي، ثم قالوا اذكروا عذابي، ثم لطف ربي وأداب ربنا كيف أداب. يا بني إسرائيل، ولهذا نقول للي تنك متنك الإسلام ويدعون أنا من خير أهل الإسلام، قل لهم ما تيأسوش، ربي دايما سبق لكم رحمة قبل عذاب. ربي أراد أن رحمته تكون وسعت كل شيء، وهذا لا يأس، مع الإسلام لا يأس. الإسلام تكون تعيش حقيقة لا كلام، ذلك تكون متفائل بعلاقتك مع الرحمة. يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال ربي فلا تخشوهم واخشوني. قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: ما تخشاش الناس، الله أحق أن تخشاه. هذا هو إسلامنا، وهذا هو قائدنا وحبيبنا الأول بعد الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على القائد المغوار الرحمة الذي أعطاه ربي ما لا خصال منها رحمة للعالمين، رؤوف رحيم بالعالمين، ليمن به هنيئا له، واللي كفر برسالته وأساء إليه بأي طريق كان، خاصة صهيون الكرب، فلا يلومن أنفسهم، لأن من أغضب وأساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد أغضب الله، ومحال أن يرى نهار في كما يحب النفس. بالله ما يجعلها لك ربي كل ظلمات، كل خيبات، كل مصائب ولعنات، نسأل الله السلامة.